من ضمن الأسئلة، أنا في أولى معهد نظم تنصحني أحول لكلية تربية رياضية أو نوعية، خاصة إن نظرة كل الناس ليا إن معهد وبتعاير. الحقيقة أنا معرفش الناس بتعاير على إيه، فكرة إن خريج معهد وكلناها إهانة، لكن أنا كل اللي أنا بعاوز أقوله للناس، أنت حابة مجال النظم ولا لأ؟ هو ده الفيصل. لو أنت حابة مجال النظم خليك على المعهد، مش هتفرق كتير. اما لو انت مش حابه بصراحه مجال النظم، سيبك بقى من الناس بتعايرك او مش بتعايرك، يعني ركزي الاول هل انت اصلا حابه مجال التخصص النظم ولا لا. لو انت حابه كملي في المعهد وسيبك من كلام الناس، مش عاوز اقول لك الناس هيفضلوا يتكلموا في قد ايه، فارمي الكلام ده. لو انت لا بيني وبينك انا النظم وبتاع اي حاجه، فانصحك انك تحولي لي الكليه الانسب ليكي، سواء تربيه رياضيه او نوعيه، لكن تربيه رياضيه هي رياضيه، فلو انت بتحبي الرياضه وليكي في الحاجات دي تمام، لو مالكيش يبقى حولي تربيه نوعيه. يبقى انت كده عندك 3 حالات. اول حاجه طبعا كلام الناس نرميه في الزباله ولا اي حاجه. ثانيا انت حابه مجال النظم نفضل في المعهد، مش حابه مجال النظم قدامنا كليه تربيه رياضيه ونوعيه، بتحب الرياضه والحاجات الرياضيه وانت شايفه نفسك اصلا رياضيه بيني وبينك، ندخل تربيه رياضيه. لو كده ندخل تربيه نوعيه، تبقى احنا كده بالنسبه لنا الصوره واضحه وبالتوفيق.